أسعد الله أوقاتكم بجمال الحياة ولذة الحياة، وأرزاق الله تعالى لا تعد ولا تحصى. الصبر مفتاح كل فرج. قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. وأصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المستمع، أيها المشاهد، أيها الإخوة والأخوات، كل من يستمع هذا الرسالة الصوتية، كل من يشاهد هذا مقطع الفيديو، نرجو مواصلة كفاحك السلمية وتواصل مساعيك النبيلة وتنظر الحياة على غرار جبال لا نهاية لها، وكل جبل يمثل قمة جبل. عندما توصل تلك القمة وتشعر بفعلا أنك حققت النجاح الذي كنت تنتظره منذ لحظة ومنذ فترة، ولكن تواصل رحلتك الحياتية ولا نهاية من النجاح البشرية. وبذلك أردنا نحن نقدم مثالا عندما تعلمنا من الحياة من خلال الثلاثة صفات التي نحب أن نمر بها يوميا ونطبقها بشكل بقدر المستطاع. أولا، الفضولية. كن فضولي، كن دائما فضولي. ثانية، كيف تعمل الأشياء، ثالثا كيف تدور الأحداث. لذلك عندما تواصل رحلتك الحياتية ومساعيك النبيلة عما تريد تحقق، فتذكر أن الأحلام والطموحات البشرية جزء لا يتجزا من الإسهامات البشرية في التطورات المذهلة في الحياة البشرية في جميع المجالات. وهنا على غرار سبيل المثال، عندما كنت طفلا كنت أنظر السماء وأقول: يا الله، اللهم وفقني عندما أبلغ من العمر بأن أستطيع اكتشاف شيئا بسيطا وفي متناول الجميع، يستطيع شفاء والدتي وشفاء العالم. لم يتقبل ولم يستجيب الله سبحانه وتعالى بدعوة الأولى، أمنية الأولى، بل جاءت الأمنية الثانية فاق كل توقعات. وفي هذه اللحظة التي نسجل هذا مقطع الفيديو، هناك إنجاز تاريخي تحقق بفضل تعالى مالك الملك، وهذا الإنجاز الذي صابرناه ووصلنا الكفاح والصبر والمثابرة وعدم اليأس وعدم الإحباط، مواصلة هذا المسير الذي امتد لمدة 15 سنة متواصلة. وعلى الرغم التحديات والصعوبات والمشاق والآلام وما شابه ذلك، توصلنا بأن نستسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك ويؤتي ملكه لمن يشاء وينزعه من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. الله تعالى بأسمائه الحسنى 99 من بينها الرحمن، فهو أرحم الراحمين ويستجيب منادية عبده في محكم تنزيله. ربنا سمعنا مناديا ينادي لل
إيمان. فإن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الأبرار. وهذه اللحظة المباركة في هذا الشهر المبارك الفضيل، شهر رمضان مبارك، تمت الموافقة من قبل مجلس الاعتماد الأكاديمية IRB Institutional Review Board في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يختص بمراقبة كل الأبحاث العلمية والمعملية والسريرية التي تخص البشرية. يعني أي بحث يختص بالبشر، هذا المجلس مختص وتخصصه، ويقع تحت Food, Drug and Drug Administration، أي الإدارة الأمريكية للدواء والأغذية. ومن أصعب الموافقات الحصول عليها، لأن يهتمون بسلامة البشر من الذين سيكونون يقعون في تجربة التجارب المعملية، وبذلك كثير من الأبحاث لا تعتمد وترفض، والبعض تنتظر سنوات قد تمتد حتى 10 سنوات أو أكثر. وبفضل تعالى جل وعلا تمت الموافقة على إجراء أبحاث علمية ومعملية وسريرية لدى جهة كلية طبية أكاديمية مرموقة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي مضي قدما على غرار الطائرة عندما تقلع تستهلك طاقة هائلة جدا، بينما عندما تصل في الجو فتواصل رحلتها بكل يسر وسهولة بأقل طاقة. وهذا هو الدنيا، وهذه رسالة نوجهها لكل من يستمع وكل من لديه طموح. لا يوجد إنسان ليس لديه طموح وأحلام، الطموحات البشرية، بل من أجل تحقق فلا تيأس. وبذلك هذا مشروع أصبح مشروع الذي انتظرناه منذ توجهنا للولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015 وحتى يومنا هذا، وأيضا منذ هذا الإلهام الذي بدأنا به منذ عام 2007. وذلك هذه الموافقة تعطي ضوءا أخضر لإجراء هذه الأبحاث المعملية، ونسأل تعالى يوفقنا في هذا المسير بهذه الجهة الأكاديمية المستقلة تقوم بهذه الأبحاث، مكونة من الباحثين ومجموعة مختلفة. لذلك أول ما تصدر النتائج المعملية والسريرية يتم نشرها عبر وسائل بعد مراجعة طبعا الإقران العلمي الأكاديمي، وبالتالي يتم نشرها عبر وسائل مختلفة علمية وأيضا وسائل إعلام مختلفة بوجود اكتشاف علمي جديد، وهو في هذا ما يتعلق باسم الطب الحاكوباثي، أو باختصار الحاكوباثي، الذي تم تسجيله لدى مكتبة الكونغرس الأمريكية. وكون أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأكبر عن أي دولة أخرى في إجراء أبحاث علمية ومعملية، وتعتمد حضاراتها وتطوراتها العلمية والتكنولوجية والبحثية وقدرتها في جميع مجالاتها اعتمادا على الأبحاث العلمية المختلفة. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تصرف أكبر ميزانية، تمتلك ميزانية فقط هذا من جانب جهة واحدة NIH National Institute of Health أو الأكاديمية الوطنية للصحة،
تمتلك ميزانية 30 مليار دولار أمريكي، أكبر عن أي دولة أخرى، وتصرفها من أجل أبحاث علمية معملية وسريرية. وبذلك مجرد هذه الأبحاث أول ما تتم أول بحث علمي حول الطب الهيكوباثي وفعاليته، نسأل الله تعالى يوفقنا بنتائج إيجابية تلقائيا تباعا يتم يدخل موضوع إلى تاريخ ويتم الموافقة على مزيدا من الأبحاث مدعومة مباشرة من قبل هذه الكلية أو المعهد الوطني للصحة. وهناك عدة مئات من الجمعيات مثل الجمعية الأمريكية للقلب American Association Heart American Heart Association وإلى آخره، كثيرة مئات لديها أيضا ميكانيات هائلة وتدعم أبحاث علمية ومعملية وسريرية. لذلك هذه خطوة نسأل الله تعالى يوفقنا فيها بعد الحصول على هذه، بعد ما تمت الموافقة على هذا الجانب. وكذلك سيفتح مجال بإذن الله تعالى جل وعلا على وجود شراكة أكاديمية مزيدا مع الباحثين وعلماء وجهات أكاديمية مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مستوى العالم. وبذلك حتى هذا الطب بعد اعترافه الأكاديمية العلمية والبحثية نسأل الله تعالى يوفقنا تدخل كخدمات في خدمات البشرية في المؤسسات الصحية وإنشاء بإذن الله تعالى جل وعلا مشاريع العافية، وهي تتنوع 8 أنواع من مشاريع تخدم جميع فئات البشرية، لأن كل إنسان دون أي استثناء بحاجة ماسة للتحقيق والعيش حياة كريمة مقرونة بالصحة والعافية. وعندما نقول الصحة، لذا هناك لا مئات من التجارب السريرية يمكن إجرائها لإثبات العلم والمعملي للطب الهيكوباثي في كل ما يختص بالصحة البشرية جميع جوانبها الخمسة. الصحة الجسدية أي معنى مئات من الأمراض والبدانة و قلة الإنتاجية، ضعف القدرة البدنية، الإرهاق، جميعها تقع في الصحة البدنية. وهناك الصحة العاطفية أو الذهنية، أي كل ما يتعلق بتوترات العصبية والقلق والتقلبات المزاجية والإرهاق وما شابه ذلك. وأيضا ما يتعلق بالصحة العقلية كل ما يختص بدراسات في العلم البشري، ما يختص بالدماغ البشرية وقد منحه قدرات التنفيذ، دقة التركيز، وزيادة الإنتاجية وما شابه ذلك. وكذلك الصحة الروحية ما يتعلق الإنسان ما ينتمي إليه وكيف يستطيع يتعامل مع الآخرين ولا يتكبر ولا ينظر في الآخرين من حيث انتمائه الطرف الآخر، سواء العرقي أو الديني أو المذهبي أو القبلي أو ما شابه ذلك. فجميع البشر، كل إنسان خلق ويتميز بما يتمتع به من صفات متميزة وإلى آخره، الانتماءات البشرية. وبذلك يكون فرج جديد بكيف فتح مجال للمعاملات البشرية، بحيث العالم اليوم أصبح على غرار شبيه بقرية صغيرة تجمع البشرية من أكثر جوانب العالمية. فأصبح البشر اليوم يتعاملون بعضهم البعض ويزيلون كل الخلافات التي تكون فيما بينهم، ويجدون مصالح مشتركة من أجل تحقيق المبادئ الأساسية والإسهام في تطورات البشرية والتكنولوجيا وفي جميع المجالات الصحية وما شابه ذلك. وكذلك الصحة الاجتماعية
بناء أسرة سليمة، تعامل مع الآخرين في مجتمع سواء من قريب أو من بعيد، الانسجام بين البشر بالأخلاقية وبناء مجتمع فعال وإلى آخره. لذلك الطب الحكوباثي بهذا اليوم المبارك يدخل مرحلة جديدة الذي امتد 15 سنة متواصلة في مجال جديد، مجالات العلمية. وبهذا مجرد تحقيق تلك الاعتراف الأكاديمية ومن جهات البحثية واعتمادات من جهات عليا يدخل في التاريخ بحيث وجود الطب الجديد الذي في الحقيقة يمثل الإنسان مخلوق وليس مصنوع، فكيف معاملة الإنسان بالمصنوع كإنسان مصنوع على غرار إنسان آلي. فالإنسان مخلوق، خلقه الله سبحانه وتعالى وتميز من كل امتيازات البدنية من الأعضاء وظائفها والخلايا والدورة الدموية والاستتباب وكل شركة وكل ذلك، وكذلك قدرات الكامنة وفقا لمبادئ الطب الأوستيوباثي. الإنسان يمتلك قوة كفاءة الكامنة نحو الشفاء الذاتي، الصيانة الذاتية أو الوقاية الذاتية. بذلك هذا الطب يمثل، الأوستيوباثي يمثل جانب واحد وهو جانب الكيان، الجسم، الهيكل، ولكن هناك جانب آخر وهو مهم جدا، الوقود الاستثنائية التي يعتمد عليها هذا الهيكل، هذا النظام، وهو جسم الإنسان. وبالتالي هنا ندخل في مجال الطب الحاكوباثي الذي يركز على الوقود الأساسية الطبيعية، وهي أيضا تمثل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ليس من مصنوعات. ولا يستطيع أي عالم أو علم يستطيع يصنع أي واحدة منها، وتحديدا الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين، وهذه كلها من مخلوقات تسمى الكائنات، أي مخلوقات الدقيقة الغير حية. وبالتالي كل كائن حي، كل مخلوق حي، حيوان، نباتات، حيوانات، طيور، الأسماك، وكل المخلوقات وعلى رأسها أعظم مخلوق وهو الإنسان، وهو أنت وأنت أيها المستمع أيها المشاهد. لذلك تتواصل هذه الرحلة النبيلة الذي تم التواصل بالمسمى العلمي الطب الحاكوباثي أو الحاكوباثي أو إعادة إنعاش بالحكوى، بدل كلمة الإنجليزية حكوى Revitalize Therapy Heart، وهذا باعتبار اكتشاف عمانية خليجية عربي وتعود ملكيتها لكل عماني ولكل خليجي وكل عربي، حتى يدخل في التاريخ بأن العرب في صدارة الصحة المثالية التي تعتمد على أساس الإنسان مخلوق والحفاظ على الصحة المثالية الخمسة، جميع جوانب الخمسة للصحة البشرية، اعتمادا على هذه الوقود الطبيعية الأساسية التي تغذى به كل إنسان الذي مر بمرحلة نمو داخل رحم الأم، إذا لا يوجد أي استثناء. بالتالي كل إنسان مر بمرحلة النمو داخل رحم الأم، كل إنسان دون أي استثناء ما عدا أول مخلوقين بشريين وهما تحديدا آدم وحواء عليهما السلام، وبعد ذلك كل إنسان مر بمرحلة نمو، جميع هذه مراحل نمو بداخل رحم الأمة، محاطة الجنين ومعتمدة من الدرجة الأولى
على التغذية من هذه المواد الأساسية التي صاغناها بالوقود الأساسية للحياة من الكلمة الإنجليزية the fields أو the four essential elements of life. لا توجد طريقة أخرى وهي الطريقة المثالية. كل خلية، كل عضو، كل جسم الإنسان يعتمد على مدى الحفاظ الحفاظ على كمية وفيرة كافية من هذه المواد الأساسية. اعتماد تبدأ من الدورة الدموية التي تعتبر وصغناها بالنهر، نهر الذي ينقل هذه الوقود الاستثنائية الأربعة إلى كل خلية وكل عضو حتى يحافظ جسم الإنسان على قدرته الكامنة نحو الشفاء الذاتية، الصيانة الذاتية، الوقاية الذاتية. وبذلك هنا قال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وبذلك حين قال الله سبحانه وتعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وبذلك نسأل تعالى مزيد من التوفيق من أجل البشرية وتنعم الحياة البشرية بأمان واستقرار. هنا كل إنسان يتمتع بصحة وفيرة تعوم الأمان والسلام وتعيش السلم وتنسجم البشرية في الاحترام المتبادل والرعاية المتبادلة من أجل الحياة البشرية أفضل ومن أجل